للمزيد حول تداعيات زلزال تركيا والإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لتوقيف المتسببين في انهيارات المباني، ينضم إلينا عبر سكايب من أنطاكيا المحامي التركي الأستاذ رضا الصيف. أهلا ومرحبا بك أستاذ رضا. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم. حياك الله. أخبار سعيدة زفها الرئيس أردوغان بتأكيد أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلازل، لكن الأخبار السيئة هي أن أرقام الضحايا التي تتزايد. برأيك ما دور غش المقاولين في ارتفاع أعداد الضحايا؟ نعم، بداية نسأل الله الرحمة لكل شهداء الزلزال والشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله أن يرأف بحال المشردين. ونحن أحد الضحايا، كنا وأنا أكلمكم الآن من سيارتي بكوني فقدت منزلي واستطعت إنقاذ عائلتي بلطف الله بآخر لحظات. نحمد الله على سلامتكم. سلمكم الله. بداية شكرا لتنويهكم لهذا الأمر. ما حصل حقيقة أنا شاهدته بأم العين وشاهدته على أرض الواقع. الأبنية التي كان بناؤها منذ عامين أو ثلاث أعوام أو حتى هذا العام كان من المفترض أن تكون قليلة التأثر أو حتى ينعدم بها التأثر بالزلزال. ما شاهدناه حقيقة هو دمار الأبنية بشكل كامل، مجمعات أو مدن سكنية تنهار بالكامل، لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات أو سبع سنوات أو ثلاث سنوات، تفتقد لأقل مقومات الحماية أو حماية ساكنيها أو التأثر بالعوامل الخارجية. كان الأمر الصادم في مجمع يسمى الريزيدانس، هو في أنطاكيا، كان المجزرة المروعة حقيقة، فذهب ضحيته ما يقارب 1000 شخص. المجمع هو عبارة عن وحدات سكنية ضخمة كانت تفتقد لأقل مقومات التأثر بالعوامل الخارجية أو العوامل الكارثية، وانهدم المجمع على ساكنيه. فمن هنا انطلقت فكرة المحاسبة وملاحقة المقاولين، فبناء عمره سنوات قليلة لا يستطيع الصمود أمام هزات، رغم قوة الزلزال الذي حصل ورغم هول الأمر الذي كان، لكن هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها، هي أن السرقات والتلاعب والغش والإهمال كان له الدور الأكبر في تهدم هذه المباني وحصول هذه الضحايا. الادعاء العام التركي يأمر بإلقاء القبض على عشرات المقاولين بتهمة الإهمال، كيف ترون هذه الخطوة وأهدافها؟ نعم، هذه الخطوة هي الخطوة الطبيعية التي تقوم بها دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتحترم قانونها. ما يقوم به القضاء التركي حاليا كان يجب أن يتم بدور الوقاية، كان يجب أن يتم بالرقابة والتفتيش على الأبنية وخاصة المدن السكنية التي غالبا ما تضم آلاف الساكنين والقاطنين. باشر الادعاء التركي بهذه الإجراءات وأوقف العديد من المقاولين، وبعضهم عندما شعر بالملاحقة حاول الهروب واستطاعوا توقيفه في المطارات أو في المعابر البرية أو البحرية أو غيرها. كانت هذه الخطوة سباقة للدولة التركية، نشهد لهم بها. كنا نأمل بأن يكون دور الرقابة أكبر من دور المحاسبة، لكن قدر الله وما شاء فعل. وزير العدل التركي صرح أنه وجه بإنشاء مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات الغش في أعمال البناء، لماذا برأيكم هذا التوجه؟ كما أسلفت، بسبب المجازر المروعة التي حصلت وبسبب ضخامة الأبنية التي انهدمت، فكان لابد من تشكيل أكثر من غرفة للتحقيق في هذه الأمور. فمدينة أنطاكيا تقريبا شبه مدمرة بشكل كامل، يعني 90 أو 95% منها مدمر بشكل كامل، فهذا بحاجة لأكثر من مكان للتحقيق بشكل مباشر وعلى أرض الواقع، ولا حتى لا يتم التلاعب في امور الكشوف او الخبرات التي تحصل. استاذ رضا، كونكم تعملون في سلك المحاماه، ما هي التهم التي من الممكن ان توجه الى المقاولين الذين تم القاء القبض عليهم او وضعوا على لوائح الاتهام؟ نعم، هل هذه التهم تندرج ضمن قانون العقوبات العام في تركيا ضمن نطاق الماده 83، وهي تندرج ضمن الضرر أو التسبب في الموت
في نطاق المسؤولية التقصيرية، الإهمال والغش التي تندرج ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية. وما هي العقوبات التي من الممكن أن يعني يتم اتخاذها في حال إثبات هذا الأمر؟ نعم، فقط شرح بسيط لهذا الأمر. المسؤولية تكون هنا، لدينا نوعين من المسؤولية التقصيرية في هذا الأمر، إما المسؤولية المتعمدة عند حينما يعلم المتعهد أنه نقص كمية الإسمنت أو الحديد سوف تؤدي بهذا، سوف تكون هذه نتيجتها ويقدم على هذا الأمر، فهنا لدينا مسؤولية متعمدة، أو عندما يكون المتعهد إهماله بخطأ فهنا أيضا لها مسؤولية خاصة ولها عقوبة خاصة. العقوبات تتراوح بين السجن المؤبد المشدد، وقد يخفض إلى 20 إلى 25 عام، من 20 إلى 25، أو في حال كانت العقوبة السجن المؤبد فتخفض من 15 إلى 20 عام، أو إذا كان غير ذلك فممكن أن تصل العقوبة لحتى 15 عام. نعم، هذا على مستوى العقوبات الجنائية. ماذا عن العقوبات المدنية؟ هل يكفل القانون لأهالي الضحايا مقاضاتهم وطلب تعويض؟ نعم طبعا، هذا الأمر وارد بشكل صريح، حاله كحال العمل مع مؤسسات التأمين. في حال ارتكب الشخص مثلا، في حال لم يكن لديه تأمين أو كان الخطأ يتحمله السائق، فهو يتحمل المسؤولية الكاملة، المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة في حال أثبتت التحقيقات أو الخبرات تلاعب المقاول أو خطأه في البناء أو نقص المواد أو الإهمال أو الغش. فمن خلال التحقيق إذا ثبتت مسؤولية المقاول أيا كانت نسبتها، ولو كانت 5% يتحمل مسؤولية بهذا الكم. في حال تحمل المسؤولية فيلزم بدفع التعويضات، إضافة إلى أنه إذا تسبب في موت الأشخاص تتراوح عقوبة، في موت شخص واحد تتراوح العقوبة بين 2 لـ6 سنوات. في حال كان كما حصل لدينا، حصل أكثر من وفية وحصل أكثر من إصابات، فتكون العقوبة من 2 إلى 15 عام، إضافة إلى التعويض ضمن المسؤولية التي تحددها السلطات القضائية. وماذا عن الدولة التي ستتكفل ببناء المنازل التي تهدمت لإعادة توطين المتضررين وأنتم منهم؟ هل لها الحق أن تطلب التعويض من المقاولين إذا ثبت غشهم؟ طبعا طبعا، أنا كما أسلفت لك الآن الدولة أعلنت بأنها ستقوم بإجراءات البناء اعتبارا من 1 آذار مارس القادم. نعم، تقوم ببناء 30,000 وحدة سكنية. ما أعلنته الدولة أن مبدئيا سيكون البناء على أقساط طويلة الأمد قد تصل إلى 20 عام، وستقدم التعويضات للضحايا مبدئيا، وفي حال ثبت أن المقاولين كان لهم دور في هذا الأمر ستعود إلى المقاولين وسيكون التعويض من المقاولين نفسهم. نعم، المحامية التركية الأستاذ رضا الصيف، كنت معنا عبر سكايب من أنطاكيا، نقدم لك التبريكات للسلامة مرة أخرى، وشكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما الرافدين.